الفاتحة، ماذا أقول وماذا يمكن أن أعبر أو أنشي أو أتحدث أو أتكلم؟ سورة الفاتحة اسمها سورة الفاتحة طبعا، سورة الحمد وأم القرآن وأم الكتاب والشافية والكافية والقرآن العظيم والسبع المثاني، وهي رقية وهي دعاء وهي ذكر وهي علم وهي عبرة وهي مناجاة بين العبد وبين ربه، وهي الصلاة، سميت أيضا الصلاة في صحيح مسلم. سورة الفاتحة يشهد القلب، قلب كل عاقل سوي عادل، أنها من عند الله، لا يقولها بشر. ولهذه السورة فيها من الأسرار العظيم، ما الله بعليم. بل إن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال بعض العلماء إنه جعلها هي وحدها والقرآن وحده، وقال بعضهم هي القرآن العظيم، هي القرآن العظيم، فلا تتم الصلاة إلا بها. ولذلك صلى الله عليه وسلم لا صلاة في الصحيح، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن كما في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج، أي باطلة.